ايه ده؟ ادهم هناك اهو، لما اسيب الكمامه على الديسك واروح اسلم عليه. ايه يا ادهم عامل ايه؟ الحمد لله، فين كمامتك يا انس؟ سبتها على الديسك وجيت عشان اسلم عليك، انت وحشني جدا. افندم، نعم، انت عايز تجنني ولا ايه؟ ليه بس يا ادهم مالك؟ وكمان مش عارف، انا قلت انت هتجنني، يا رب تعدي السنه دي على خير. طب فهمني، هو انت ما بتشوفش ولا اعلان عن كورونا؟ ارحمني بقى. يا عم انا مش بركز. يا ربي ركز بقى شويه. يعني اعمل كده يعني ولا ابقى مركز ولا ايه؟ مش فاهم. ياهو يا ابني يا حبيبي، روح جيب بقى كمامتك بسرعه. حاضر يا عم، خلاص عشان خاطرك فريره. صبرني يا رب. بقول لك يا ادهم، انا مش لاقيها، انا كنت سايبها على الديسك، هعمل ايه بس؟ هعمل ايه؟ اهلا، مش لاقيها؟ خلاص طيب، هعمل ايه بقى؟ عادي. اولا انت غلطان لانك قلعت الكمامه، لازم تخاف على نفسك اكتر من كده. اتفضل يا انس، دي كمامه جديده، اوعى تقلع كمامتك تاني. شكرا يا عمر. العفو على ايه؟ ما تسلم عليا يا عمر، انت وحشني جدا برضو. نعم، اعل بقى، ابعد شويه، لازم نكون على مسافه متر من بعض، ولازم ما نسلمش علشان ما يجيلناش كورونا من انسان عيان بالمرض. حاضر، خلاص والله توبه، مش هقلع الكمامه واضيعها، انا عارف ان هي حمايه ليا، العمر برضو مش بعزقه. اخيرا فهمت، دي معجزه. انت فاكرني ما بفهمش ولا ايه؟ ده انا بفهمها وهي طايره. يا اصحابنا خلي بالكم، ما تسلموش على حد، كله من بعيد. كله من بعيد علشان تبقى صحتك حديد. وخلي بالكم لازم تلبسوا الكمامه، وخصوصا في الزحمه، ده مفيش هزار. يا ربي يا ستار تحفظنا كلنا من كورونا، يا ربي يا حفيظ تحفظنا من الوباء الخطير. مين قال امين؟ امين. ونشوفكم قريب مع يوميات تلميذ مهتاز، ودلوقتي مع السلامه.